المرأة هي نصف المجتمع، وعشان كده الدولة دايما حريصة على انها تخلي الست المصرية تفتح مشروعها وتوفر دخل لأسرتها. واحنا النهاردة بنرصد ليكم المرحلة الاولى من مشروع سكر البيوت لتدريب المرأة المعيلة على تصنيع الحلويات. النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتقدم مشروع سكر البيوت اللي استهدفنا فيه المرحلة الأولى التدريب على صناعة الحلويات. طبعا احنا مراحل المشروع بدأت الأول بانتقائنا للسيدات، من السيدات اللي بينطبق عليها المعايير والمواصفات من معايير الاستحقاق اللي محددها مؤسسة حياة كريمة. بعد اختيارنا للسيدات بدأنا ان احنا نقابل السيدات وبدأنا ان احنا نوجههم عشان يتم ليهم الفحوصات والتحاليل اللازمة ان نتأكد من سلامتهم، لان احنا بنتعامل مع منتج غذائي. فطبعا عملنا كل الفحوصات اللازمة بالمواد الغذائية. الشراكة جت بناء على اختيار مؤسسة حياة كريمة لينا ان احنا نتعاون معاهم بان احنا نعلم 22 سيدة تصنيع الحلويات من الكحك والبيتيفور والحاجات الخاصة بعيد الفطر. السيدات اول ما وصلوا انا بدات معاهم بالنظافه والقلبزات ونلبس الزي، وبعد كده ابتدينا نشتغل، ابتدينا نجهز الدقيق ونجهز الخامات والمواد الجافه، بعد كده رمينا في العجان، بعد كده حضرتك ابتدينا نشكل كحك بانواعه وبسكوت بانواعه وبتفور بانواعه. بعد انتهاء المرحله الاولى انا شايف ان هم ممتازين. المراه المعيله ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها واوضاعها المعيشيه في كافة قرى ومحافظات مصر. أنا اشتركت في المبادرة عن طريق صفحة الفيسبوك بتاعت حياة كريمة، شفت العين عن المبادرة وكلمتهم وعملت وكلموني عشان أعمل انترفيو، بعد كده خدنا نظري كام يوم، وبعد كده خدنا دلوقتي عملي. النظري اتكلمنا عن سلامة الغذاء والغش التجاري وسلامة المنتج وازاي اعمل صفحة على الفيسبوك واسوق لنفسي على الفيسبوك كمان. وبعد كده جينا هنا النظري، كان اول مرة في حياتي اصلا امسك كحك او عجين او يعني اخد الموضوع ده. المشروع ده فادنا في ايه؟ اولا احنا عرفنا حاجات كتير سواء في النظري او في العملي، ان احنا ازاي اصلا يعني نختار المواد الغذائية اصلا، وعرفونا الفرق بين الفاسد وبين المغشوش والحاجات دي، وعرفونا ازاي نعمل صفحه على الفيسبوك عشان ان احنا نسوق لنفسينا بعد كده. وجينا هنا المصنع تارتي بارتي وعلمونا ازاي نعمل الكحك وايه مكوناته والكلام من ده، وعلمونا ازاي نعمل استابليه. في حياتي اللي جايه ان شاء الله باذن الله ناويه اعمل المشروع دوت انا واختي، بما ان احنا الاثنين اتدربنا. أسهمت حياة كريمة في ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برامجها ومشاريعها الكتيرة، وتمثل السيدات نسبة كبيرة منهم عشان تكون حياتهم فعلا كريمة. مروة سرساوي، مصر جديدة، ETC.